أليس من الرائع أن يكون لديكم رئيس مثلي؟ ولكن قلت لصديقي جون دعني أسألك سؤالا، أريد أن أرى ذلك المصنع لأني قلت أنني سأبلي بلان حسنة إذا ما أصبحت رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى. قال لي حسنا، يستحق عليك أن تذهب إلى المكسيك، نحن لدينا خطط. ولقد قلت لن أذهب إلى المكسيك، لا أريد فعل ذلك، على الرغم أنهم قاموا بفعل ما أريده حول المكسيكيين، ولكن المكسيك هي مصدر تهديد حقيقي بسبب ما يحدث على المستوى الاقتصادي، والصين ستذهب إلى المكسيك. ولكن قلت له ما هذا حل بهذا المصنع الخاص بتصنيع السيارات، ورأيته من أسبوع يجلس هناك مع هذا الرجل الذي يبدو وسيما الذي يرتدي القميص الأزرق. لقلت له قم دعنا نراك، ونظرت إلى الجمهور وفي ديترويت، وهذا الأمر يتعلق بالسيارات لأن مصانع في ديترويت أكبر مصانع السيارات موجودة، وأنا أجلس أمام هذا الشخص وأقول جون، هذا الشخص هو الذي قال لي على مصنع. لذلك انتهيت من خطابي وذهبت معه إلى الكواليس وقلت له ماذا حل بهذا المصنع الخاص بالسيارات الكبيرة الذي تبنيه الصين. لقد قرروا أن الصينيين لن يقوموا بناء هذا المصنع، لأنك إذا ما تم انتخابك رئيسا ستقوم بفرض ضرائب، فرض تعريفات جمركية على السيارات الصينية، ولأنهم لن يتمكنوا من بيع سيارة واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك قلت له إذا لا عجب في أنني أقود الأصوات في ميشيغان الآن، وهم في ميشيغان يظنون، الصينيين يظنون أنني سأفوز لأنني أخذت مئات البلايين الدولارات من الصين. لم يحصل باراك حسين أوباما على أي شيء، لقد كان يتحدث فقط ولم يحصل على أي مكاسب. لقد عملت ميشيل زوجة باراك أوباما بصورة جيدة، ولكنها قامت بتوجيه لطمة قوية لي. لقد ذهبوا إلى عدة راليات لدعم هاريس، ولكن انظروا إلى هناك، هناك 25,000 من الأشخاص موجودون بخارج هذا الحشد الانتخابي، ترون أشخاص وراء النوافذ هناك. هذا ليس حشد انتخابي، هذا طلب من الجميع، من فضلكم اذهبوا إلى صندوق الاقتراع والتصويت يوم الثلاثاء القادم. هذا ليس حشد انتخابي، بالطبع المفترض أنه حشد انتخابي، ولكن يجب أن تذهبوا. لذلك أنا أؤمن أن أمريكا أولا، وأنتم لا تسمعون هذا بصورة متكررة، ولكن دولتنا ستصبح ناجحة للغاية وغنية للغاية، وستنخفض، سيتم خفض الضرائب، ووظائفكم ستحصلون فيها على رواتب عالية، ونفعل ذلك يجب علينا أن نفعل أن نتجنب ما يقوم به هؤلاء الأشخاص. هم ليسوا أغبياء، هم أذكياء، نحن الأغبياء. لقد رأيت صفقات تجارية تحدث، وأنا لا أهتم بحدث في الماضي. لقد قلت أننا سنغير هذا الموقف. لقد كنت أقول كيف حصلنا على هذه الصفقات. هناك طريقان يتعلق، هناك طريقتين عمل الصفقات التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية في الماضي، وهي الصفقات التجارية. أما أن هذا الشخص كان غبيا عندما كان يتفاوض باسم الولايات المتحدة الأمريكية، مرة أخرى قد كان لدينا أفضل اقتصاد في العالم خلال فترة إدارتي. لقد كنا نتقدم على الجميع، وكانت الصين تعاني من الجنون بالسابي.